مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نستعرض فيه لكم أهم ما جاء في الصحف المحلية والعربية والدولية. تابعونا بعد فاصل قصير. نبدأ من مقال في صحيفة طريق الشعب للكاتب محمد التميمي، يقول التميمي بعنوانه 10 سنوات على سقوط الموصل، هل اتعظت المنظومة الحاكمة في العراق؟ يتناول المقال الذكرى 10 لسقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش الإرهابي، حيث ما زال الأهالي يقاسون تداعيات هذا الحدث. يشير الكاتب إلى أن المنظومة السياسية المتنفذة لم تكترث بعد للجرائم الإنسانية التي ارتكبت وتتحمل المسؤولية الكبرى عن الانهيار الذي حصل، بل سعت لتحقيق مكاسب جديدة على ركام تلك الجرائم. قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الموصل دكتور مهند الراوي إن 10 سنوات مرت على احتلال مدينة الموصل من قبل تنظيم داعش، وبالرغم من تحريرها أمنيا إلا أنها ما زالت أسيرة القوى السياسية المتنفذة من خارجها، لأن من أسهم في تحريرها أمنيا اندمج بالعمل السياسي مباشرة في داخلها، ونتيجة لانشغال أهل المدينة بصدمة ما بعد التحرير حصل فراغ سياسي كبير استثمرته بعض القوى السياسية التي أصبحت اليوم تسيطر على مقدرات المدينة. وأشار الراوي إلى أن هناك نوعا من التعافي الخجول على المستوى الخدمي، فما زالت المدينة تعاني من شرخ مجتمعي يزداد يوميا برغم ما يتم الحديث عنه في الإعلام بأن المدينة غادرت تلك الحالة، خاصة في ظل حالات الانتقام غير المباشرة وغياب الثقة القائم على التوازن المجتمعي. فغالبية القوى السياسية لديها فواعل اقتصادية تسيطر على موارد واقتصاد المدينة ومشاريعها الخدمية للاستحواذ على المال العام، مبينا أن حملة إعادة الإعمار تسير ببطء شديد وتشوبها الكثير من شبهات الفساد، كما أنها يتحكم بها مزاج سياسي ينشط في مواسم الانتخابات. نبقى مع محمد التميمي في صحيفة طريق الشعب، حيث يقول التميمي ويشير في مقاله إلى محاولات قوى السلطة لتسويف التحقيقات في أسباب السقوط وإخفاء الحقائق والتستر على المتسببين الحقيقيين، فالمدينة ما زالت أسيرة القوى السياسية المتنفذة من خارجها، حيث استثمرت بعض القوى السياسية استثمرت الفراغ السياسي الذي حصل بعد التحرير للسيطرة على مقدرات المدينة. ويوضح أن المدينة تعاني أصلا من شرخ مجتمعي يزداد يوميا برغم الحديث الإعلامي عن التعافي، ويؤكد أن حملة إعادة الإعمار فيها تسير ببطء شديد وتشوبها شبهات الفساد وتحكمها مزاجية سياسية بحتة تنشط في مواسم الانتخابات. المحلل السياسي داوود سلمان قال إن القوى السياسية المتنفذة مسؤولة عن كل ما يجري داخل البلد، سواء على مستوى الاقتصاد والأمن والسياسة والوضع المجتمعي، مضيفا أن سقوط الموصل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعزوه إلى سبب أو أحد خارج المنظومة السياسية، بل تعد هي المسؤولة المباشرة عن سقوط المدينة، ولا يمكن القبول بتبريراتهم. إن مقاضاة الشخوص المسؤولة عن انهيار الأمن في الموصل وغيرها مرهونة بتمكين الدولة من سيادة القانون واستقلالية عمل مؤسساتها التي تتحكم بها المحاصصة والفساد. لا يبدو للمتحدث أن القوى المتنفذة قد اتعظت من هذه الجرائم النكراء التي جعلت العراقيين يدفعون الثمن باهظا، بل إن رجالها ما زالوا يحاولون استفزاز المجتمع بإثارة نعرات طائفية والتناحر والتقاتل بالشكل الذي يضمن لها البقاء متصدرة للمشهد السياسي من حالة الاستقرار والفوضى. وخلص إلى القول إن العوامل والمؤثرات والأزمات التي أوصلتنا إلى ما حصل في شهر حزيران عام 2014 لا تزال قائمة، وبالتالي من الممكن أن يعاد السيناريو بإخراج مختلف لتبقى هذه القوى هي البطل
والشعب ضحيتها. نبقى في الموصل ونقرأ مقالا في صحيفة المدى للكاتب تميم الحسن بعنوان المكاتب الاقتصادية ترسم السياسة في الموصل ومدن خارج السيطرة. يتناول المقال الذكرى العاشرة لسقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش. يوضح الكاتب أن تجار السكراب والعقارات الحكومية تحولوا بين ليلة وأخرى إلى واجهات اقتصادية وسياسية بارزة بفضل شراكاتهم مع مسلحين يسيطرون على بعض المناطق لضمان الأصوات في الانتخابات. ينتقد المقال هذا دور الفصائل المسلحة في التجارة غير الشرعية بعد تحرير الموصل، مشيرا إلى بيع الأراضي الحكومية وتحويلها إلى مراكز نفوذ. يذكر الكاتب أن هذه الجماعات تحالفت مع مسؤولين تابعين لفصائل في بغداد وقامت ببيع أراضي حكومية تابعة لهيئة الآثار ووزارتي النفط والدفاع في قلب المدينة. كلفت الحرب على داعش نحو 300 مليار دولار، وأدت في محافظة نينوى وحدها إلى مقتل 10,000 مدني وتهديم 54,000 منزل. جرى الانهيار الأمني في نينوى إلى سقوط عدة مدن في 5 محافظات من بينها أطراف العاصمة، فيما هجر نحو 6 ملايين عراقي منازلهم ومناطقهم. يقول مسؤول سابق في الموصل شغل مواقع تنفيذية في اتصال مع المدى إن هذه الفصائل باعت في فترة ما بعد التحرير كل ما يمكن بيعه في المدينة من أراض وسكراب وصارت مراكز نفوذ. في عام 2018 تحديداً كانت ذروة تحرك هذه الجماعات في التجارة غير الشرعية، حيث تحالفت مع المسؤولين هناك التابعين لفصائل في بغداد. قامت هذه المجاميع بتقسيم وبيع أراضي حكومية تابعة لهيئة الآثار ووزارتي النفط والدفاع في قلب المدينة بحسب بعض المعلومات. وتسربت حينها أن جهات مرتبطة بشخصيات متنفذة في بغداد قامت بتقسيم أراض كبيرة في منطقة التل الأثري التابعة للآثار قرب النبي يونس في الموصل إلى 500 قطعة سكنية. ننتقل إلى مقال في صحيفة صوت العراق للكاتب حامد شهاب بعنوان بغداد ساقطة كهربائياً وانهيار منظومتها يعيدنا إلى عام 2003 وما بعدها. يتناول الكاتب أزمة الكهرباء في العراق التي تعصف بالعاصمة منذ بدايات شهر حزيران، حيث يعيد الوضع الحالي إلى ذاكرة أيام وسنوات تدهور الكهرباء منذ العام 2003 وما بعدها وحتى اللحظة. يشير الكاتب إلى أن ساعات الانقطاع وصلت إلى أكثر من 20 ساعة يومياً، مما يجعل الحياة اليومية للمواطنين في بغداد أشبه بالجحيم. وينتقد الكاتب صمت الحكومة ووزارة الكهرباء حيال هذه الأزمة، حيث لم تقل أي تصريحات تذكر تشرح فيها أسباب الانهيار المستمر في منظومة الكهرباء، خاصة في منطقة الدورة من بغداد. يشير إلى أن الحكومة لم تفي بوعودها بتحسين إنتاج وتزويد الكهرباء خلال الصيف، مما زاد عن معاناة الناس وجعل تصريحات المسؤولين مجرد وعود فارغة. ما يلاحظ على الانهيار الذي تشهده الكهرباء الوطنية في بغداد هذا الشهر يعيدنا إلى الذاكرة أيام وسنوات تدهور الكهرباء منذ عام 2003 وما بعدها. لم يعد بمقدور أهالي بغداد وكل محافظات العراق تحمل أعباء وكوارث كل تلك الانقطاعات المأساوية التي شهدتها بغداد منذ أسبوعين، وقد تدهورت إلى درجة مزرية وصلت ساعات الانقطاع إلى أكثر من 20 ساعة يومية. الطامة الكبرى أن الحكومة ووزارة الكهرباء صامتة ولم تدلي بأي تصريح يشرح سبب ما مرت به بغداد ومنطقة الدورة على وجه التحديد من كوارث هذا الأسبوع، ولا يزال مسلسل الانقطاعات الطويلة يقض مضاجع ملايين الناس في بغداد التي تعيش أيام 2003 وما بعدها بكل مآسيها وكوارثها
ولم يتوقف مسلسل انهيارات الكهرباء عن التوقف برغم الوعود الحكومية بتحسن إنتاج وتزويد الكهرباء في هذا الصيف، وتحولت تصريحاتها إلى سحابة صيف سرعان ما تبين أنها مجرد هواء في شبك. ننتقل الآن وإياكم إلى مقال في صحيفة القدس العربي للكاتب مثنى عبد الله بعنوان: المبادرة الأمريكية حتمية انتخابية أم مبادرة السلم؟ يناقش الكاتب شدة التعقيد في جولة القتال الحالية في غزة، ويفسر أن مبادرة المفاوضات الأخيرة من البيت الأبيض جاءت نتيجة الضغوط الانتخابية في الولايات المتحدة أكثر من كونها مبادرة سلام حقيقية، مشيرا إلى أن الضرورات الانتخابية هي ما يحرك هذه المبادرة. يوضح كذلك بأن بايدن يوجه حديثه إلى النخبة السياسية والرأي العام الإسرائيلي بالتحديد لإنقاذ إسرائيل وسمعة أمريكا معا في المنطقة، بدلا من ممارسة ضغط حقيقي فعال على رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو. ويستعرض الكاتب أن الموقف الأمريكي، مشيرا إلى أن بايدن لم يصل بعد إلى مستوى ممارسة الضغط الحقيقي على إسرائيل، بل قطع المساعدات العسكرية، مما يبرز أن المبادرة هي لتسجيل موقف أمام الرأي العام الدولي والإسرائيلي أكثر منها لتحقيق سلام فعلي على الأرض. لا شك في أن تنفيذ المبادرة التي أعلنها بايدن ستقود إلى تداعيات سياسية كبيرة ليست في مصلحة القضية الفلسطينية، حيث إنها ستقود إلى نهاية سلطة حماس في قطاع غزة، وستعطي إسرائيل الحق في ملاحقة حماس أمنياً في القطاع وخارجه. كذلك ستقود إلى تطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية وبدء مسار اليوم التالي للحرب في غزة، من دون الحديث عن بدء مسار إقامة الدولة الفلسطينية. إن بايدن الذي يواجه ضغوطاً داخلية وخارجية معروفة بسبب دعمه لإسرائيل، أراد الضغط على حكومة نتنياهو للموافقة على المقترح، مبرراً ذلك بأن حماس لم تعد تشكل خطراً على إسرائيل، ما يعني تحقيق أهداف إسرائيل المعلنة في الحرب على غزة. كما يسعى من جهة أخرى لكسب أصوات الناخبين المعارضين للحرب، وفي مقدمتهم أصوات المسلمين الذين رجحوا كفته في انتخابات 2020 بفارق بسيط. أكثر من ذلك، هو يريد التركيز على قضايا أكثر أهمية وخطورة من حرب غزة، وهي تقدم القوات الروسية في أوكرانيا ومواجهة ما يعرف بمخططات الصين في المحيط الهادئ وبحر الصين. هذه الحلقة مستمرة لكن بعد الكاريكاتور. إلى تقرير من وكالة الأناضول، إذ حول فلسطينيون الدراجات الهوائية إلى وسيلة مواصلات رئيسة بدلا من المركبات التي توقفت معظمها عن العمل مع بداية الحرب الإسرائيلية المدمرة الهوجاء. وللشهر التاسع على التوالي يعاني القطاع من شح شديد في الوقود، دفع الأهالي لاستخدام العربات التي تجرها الحيوانات أجلكم الله أو الدراجات الهوائية كوسائل بديلة. ودخل العدوان على قطاع غزة شهره التاسع من دون أي بوادر جدية لإنهاء الحرب
أو وقف الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة الحاصلة بحق سكان القطاع، والتي تشمل القتل والتجويع والتدمير وإجبارهم على تكرار النزوح من جديد بهدف دفعهم إلى مغادرة القطاع المحاصر عنوة منذ 18 عاما متواصلة. وخلال الشهر الأخير تركز القصف الإسرائيلي على مخيمات النازحين، كما لم تنجو منه مدارس ومراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة، بالتزامن مع مواصلة سلطات الاحتلال حملة التشويه الممنهج ضد وكالة أونروا، والتي تستهدف إنهاء عملها للإجهاز تماما على قضية اللجوء الفلسطينية. نشاهد الآن تقريرا من مواقع الصحف التي اخترناها بعناية لكم. إلى اللقاء.